انت سابق في قناتي راح يجعلك صديق القناة، بمعنى راح اساعدك في حجوزات طيرانات، في حجوزات الفنادق، وكذلك في استئجار السيارات. ومن ضمن الاشياء راح اعمل لك جداول تفصيلية للدول اللي سافرت لها، وطبعا مع النصائح، وراح يكون بيننا تواصل خاص في الانستغرام او في الواتساب. وانت طلب الوضع اني اشرح لك المشكلة واجهتك في احد التطبيقات اللي شرحت لها، راح اعمل لك فيديو خاص لك انت وللمنتسبين لحل هذه المشكلة. وكذلك من ضمن الاشياء راح ارد على التعليقات في اسرع وقت ممكن. انتسب في القناة لتدعم فريق عادل ترافل، كي تستفيد. اللي ما يعرف قناة عادل ترافل، أقدم مقاطع سياحية وشروحات تخص السفر، وكذلك أصنع محتوى لمغامرات ورحلات داخل سلطنة عمان وخارج سلطنة عمان. ممكن تطلع على قناتي وتتابع الفيديوهات اللي عملتها والمغامرات. إذا عجبك المحتوى اعمل لي اشتراك في القناة، وإذا حبيت أنك تكون صديق القناة اعمل انتساب، وإذا ما حبيت جزاك الله خير، بس على الأقل اعمل اشتراك في القناة. أكون شاكر لك. سلام.